مساء الخير. مساء الخير. كما تعلمون نجتمع دائما او تعودنا ان نجتمع دائما في اول اربعاء من اول كل شهر. ما في صوت الحق او يلا يا وسام. هذا هاي سمعناه. ايه مش الحق. ليلتنا اليوم كالعادة عامرة بوجودكم مثقفين، شعراء، كتاب، مفكرين، حضور كريم. برنامجنا غني ومنوع يحمل ثلاثة عناوين. الأول الشعر مع ثلاثة من الشعراء النخبة. الثاني الفقرة الفنية لحنا وموسيقى لأجمل الفيروزيات والرحبانيات لكوكبة من الفنانين. هلا انتوا شايفين واني مش شايفكم، وهذه شيء ما بعرف يعني كان. اما العنوان الثالث فهو عن موضوع هام يلامس مشكلة أساسية تداهم مجتمعنا وغيرنا من المجتمعات، ألا وهي إشكالية المخدرات، حيث للعائلة دور محوري في حماية أولادهم مما يتوجب خط ساخن بين الأهل والأبناء، بين الأب وابنه، بين الأم وابنتها، وبلغة يفهمونها، بالكلمة الطيبة التي تناسب أعمارهم ومستوياتهم العقلية والذاتية. يحضرني الآن حالة، مثلا ممكن أحدهم يقول لي طيب البي أو الأهل ما بيعرفوا إنجليزي والأولاد ما بيعرفوا عربي، كيف أنا أتفهم؟ هذه مشكلة نحن بدنا نحلها. وهوني في حكاية هلا تذكرتها، حكاية فيلسوف بده يعلم ابنه الفلسفة، ابنه عمره شي 5 سنين، بده يعلمه الفلسفة بوقت قصير مشان يطلع فيلسوف صغير. بيجي بياخده لتحت شجرة وبيبلش يشرح له عن أفلاطون، عن إخوان الصفا، عن الفارابي، عن ابن خلدون، عن عن عن، ظل شي 4 ساعات يحكي وهالولد نزل راسه عم يتطلع بالأرض. بعد 4 ساعات بيقول له بابا بابا عارف كم نملة فاد هوني بهالثقب الموجود على. من هنا أهمية اللغة التي نحاكي بها أولادنا والأسلوب الذي نعتمده للتواصل والوقاية الضرورية لدرء الخطر الداهم حتى على غرف نومنا. من هنا ماذا سيحدثنا الأستاذ فائق الأسدي. فائق الأسدي له محاضرة الآن حول المخدرات بين العائلة والمدرسة والمجتمع. هو باحث في علم طب المخدرات، أستاذ في علم التغذية وعلم السموم، يحمل ماستر من جامعة وين ستيت في العلوم الطبية الأساسية،
خبير كيمياء وصناعة عقاقير في جامعات ست، أظن البصرة لبغداد، كانت البريطانية، برلين الألمانية، أناربر ميشيغان، ووين ستيت. استقبلوا معي الأستاذ فائق الأسدي. تفضل.